بسم الله الرحمن الرحيم، اللغة الفرنسية للمبتدئين، وغنستكمل إن شاء الله مع هذه الفقرة. أحيانا تنشوف بعض الحوايج يعني تنبغيو نعرفوا أشنو تكون هذيك الحاجة. إذا بطبيعة الحال ملي تنبغيو نسولوا على شي حاجة غير عاقلة، ماشي يكون شخص، إذا بطبيعة الحال تنستعملوا السؤال كيسكو سي، يعني ما هذا. إذا في الجواب غيكون عندنا مثلا في هذه الحالة اللي عندنا هنا، سيتان كي، إنه دفترون، إنه دفترون. طبعا الحالة بغينا نقولوا إنه الدفتر مثلا، ممكن أن الشخص اللي سول على هذا الدفتر نقول له إنه الدفتر اللي ربما أنني سبق تكلمت لك عليه. إذا ملي تنقول له إنه الدفتر، من المفروض أنني نكون عارف بأنه غيعرفو. إذا بطبيعة الحال هنا، إذا بطبيعة الحال بدل أن غادي نكتبو لو، سي لو كي، سي لو كي، إنه الدفتر، يعني أنه معرف. ما معنى معرف؟ يعني المفروض في الشخص اللي غنقول له إنه الدفتر، المفروض فيه أنه يعرفو. إذا أو أنه يكون معروف، معروف عند الناس إنه الدفتر. إذا في الحالة اللي عندنا هنا، سيتانكي، إنه دفترون، يعني هو دفتر، ما تهمش الدفتر ديالهاش، المهم أنه دفتر. إذن هذا هو المعنى ديال هاد العبارة هنا، سيتانكي، إذن كيسكو سي، سيتانكي، إنه دفترون. في الحالة ديال المؤنث، طبعا الحال بدل أه، نكتب إن، كيسكو سي، ما هذا؟ c'est une gomme, c'est une gomme, c'est une gomme. طبعا الحال الا بغينا نعرفوا هاد لا غوم، يعني اننا ننطقوا هاد الكلمه معرفه، اذا طبعا الحال سنقول سي لا غوم، سي لا غوم، انها الممحات، يعني الممحات راه معروفه. اذا سي لا غوم، ولكن اذا قلنا c'est une gomme يعني انها ممحات، ممحات كيفما لا يهم اي ممحات، انها ممحات، c'est une gomme، انها ممحات. طبعا الحال كما لاحظنا في السؤال عن الاشياء نقول كيسكو سي، لكن في السؤال عن الاشخاص نقول كياس، 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 يعني من يكون. نطرح السؤال على الاشخاص كياس، يعني من يكون هذا، أو ممكن أننا أحيانا نطرح السؤال بشكل عادي، نقول سيكي، 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 يعني من يكون. طبعا في الحالتين، يعني في حالة السؤال عن الأشياء أو في حالة السؤال عن الأشخاص، إذا بطبيعة الحال عندنا واحد العبارة تتقدم الجواب، يعني أنها تتقدم الجواب، تنقول شنو؟ سي، سي، يعني عندنا هنا مقلوبة هاد السي كما تنشوفوا. طبعا الحال سو اي يعني تتبع عندنا سي. في الحالتين عندنا هاد العباره ديال سي، مثلا سيتون كارطابل، يعني انها محفظه. هاد سي تقدم الجواب، يعني انها تقدم هاد الجواب يعني للسائل. اذا طبعا الحال نفس الشيء بالنسبه للاشخاص، نقول سي احمد مثلا، او سي فاطمه، يعني انها فاطمه أو إنه أحمد. إذا بطبيعة الحال تستعمل نفس الصيغة، يعني في الحالة ديال الجواب عن الشيء أو عن الشخص. إذا كما نلاحظ في هذه الصورة، عندنا مجموعة أشياء ومجموعة أشخاص، بطبيعة الحال سيتم السؤال عنهم سواء بكيسكو سي أو كياس. إذا فيكون الجواب أولا بالسي، سي، إنه أو إنها. إذا نقول سي، ثم نكمل الجواب، سي لاليف، سي لاليف، إنه التلميذ. هنا ما قلناش سي تان إليف، ما قلناش إنه تلميذ، ما معروفش، المهم راه تلميذ وصافي. لا، سي لاليف هذا راه هو التلميذ، هذا التلميذ، يعني التلميذ ممكن أنه يكون معروف، يعني خاصو يكون معروف. إذن سلالاف هكذا تقتضي العبارة.
أيضا كياس، كياس يعني من يكون هذا؟ سي لو بروفيسور، سي لو بروفيسور إنه الأستاذ، سي لو بروفيسور يعني إنه الأستاذ. أيضا نقول كيسكو سي، كيسكو سي ما هذا؟ سي ليكول، سي ليكول إنها المدرسة. أيضا يمكن السؤال عن الكرسي، ما هذا؟ كيسكو سي؟ سي لا شاز، سي لا شاز، سي لا شاز إنه الكرسي. أيضا ممكن أننا نسأل عن الطاولة أو المقراءة، ما معنى المقراءة؟ التي يوضع فوقها الكتاب لتقرأه. إذن أي شيء يوضع فوقه الكتاب؟ طبعا الحال الطاولة تسمى لطابل، لطابل، وأيضا المائدة تسمى لطابل. لكن المقراءة أي شيء يوضع فوقه الكتاب طبعا الحال ليسهل قراءته، إذن يسمى لو بيبيتر، لو بيبيتر، لو بيبيتر يعني المقراءة. أيضا كيسكو سي؟ سي لو طابلو إنها السبورة. إذا بطبيعة الحال كما نلاحظ فعند السؤال عن الأشياء نقول كيسكو سي، وعند السؤال بطبيعة الحال عن الأشخاص نقول كياس يعني من يكون هذا. إذا كما نلاحظ بأن الجواب يكون في الحالتين، سواء عند الجواب عن الأشياء أو عند الجواب عن الأشخاص، إذا يقدم ب سي. هذه العبارة هي عبارة ديال التقديم، ديال التقديم الشيء أو الشخص. إذا طبعا الحال سنسأل عن هذه الأشياء التي رأينا في السابق مع بيان ليغ إي كومبخوندر. إذا كيسكو سي؟ كيسكو سي؟ إذا طبعا الحال بين بأنه ماشي شخص، إذا غنسولو عليه كيسكو سي؟ يعني غنطرحو السؤال كيسكو سي؟ أيضا كيسكو سي؟ أش غيكون هذا؟ نفس الشيء كيسكو سي؟ هنا طبعا الحال واضح بأنه شخص، إذا سنقول طبعا الحال سنطرح السؤال كياس، كياس. هنا نطرح السؤال مادام أنه ماشي شخص، ماشي إنسان قدامنا، إذا هذا باين بأنه غير عاقل. إذا غنطرحوا عليه السؤال كيفاش؟ كيسكو سي؟ يعني أشنو هذا؟ ما تنقولوش شكون هذا، تنقولوا أش يكون هذا، أشنية هذه، أشنو تكون هذه. إذا كيسكو سي؟ أيضا هنا هذا غير عاقل، إذا بطبيعة الحال غنطرحوا السؤال عليه بنفس الشكل، طرح السؤال على الأشياء. إذا نقول كيسكو سي؟ كيسكو سي؟ ممكن أن شخص ما عمره شاف هذا الحيوان فيقول كيسكو سي؟ أشنو يكون هذا؟ أيضا ممكن أننا نطرح سؤال عن هذا الحيوان لا نعرفه فنقول كيسكو سي؟ كيسكو سي؟ شنو هذا؟ إذا بطبيعة الحال جوابا، والمطلوب بطبيعة الحال كتابة هذه الأسماء. إذا سيلان، سيلان إنه الحمار. بطبيعة الحال سي لوغا، سي لوغا إنه الفأر. إذا مطلوب كتابة هذه الأسماء. أيضا سي لابال، سي لابال. أيضا كياس، سي لا دام، سي لا دام إنها السيدة. أيضا كيسكو سي؟ واضح هنا ملي غنقولو كيسكو سي المقصود أننا نسأل عن الشيء ولا نسأل عن الشخص. أما إذا قلنا كياس، إذا هنا غنسولو على الشخص، غنولي نسولو على الشخص. إذا كيسكو سي؟ سي لا موتو، يعني سي لا موتو يعني إنها الدراجة. أما إذا قلنا كياس يعني من يكون،
بطبيعة الحال واضح أن السؤال يكون عن الشخص، فنقول سي لو بابا، سي لو بابا، إنه الأب أو إنه أبي. كاسكو سي؟ سي لو ليفر، سي لو ليفر، إنه الكتاب. أيضا كاسكو سي؟ يعني ما هذا؟ سي لو كيلو، سي لو كيلو، سي لو كيلو، يعني إنه الكيلوغرام. ثم كاسكو سي؟ سي لو دومينو، يعني إنه الدومينو، لعبة الدومينو. إذن هذا فيما يخص هذه الحلقة، حياكم الله وإلى لقاء قريب بإذن الله.